السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة فيديو جامد، جايبالك احدث الادوات المنزلية وكمان احدث منظمات للمطبخ وللحمام وللبيت كله، جايبالك حيل وافكار هتوفر عليكي الوقت والجهد، جايبالك اجهزة منزلية روعة روعة، وكمان جايبالكو الحاجات اللي عاملة ترند على السوشيال ميديا، وهقولكو على الاماكن اللي تشتروها منها، فخليكم معي. زي ما احنا شايفين كده، ده مطبخ، دي احدث حاجة نزلت. المطبخ ده زي ما انتم شايفين فيه كل المنظمات اللي انت تحتاجيها، ومعمول بطريقة حلوة قوي، حتى الادراج بتاعت المطبخ بصوا منظمة بطريقة جميلة، هتنظم لك كل حاجتك موجودة في المطبخ زي ما احنا شايفين مع بعض كده. في اماكن بدل ما تحطي بقى السكاكين والشوك وكل حاجة كده على بعض، فالادراج دي منظمة بطريقة جميلة، هتقدري توصلي لكل حاجة بسهولة. حتى في اماكن زي ما احنا شايفين كده تقدري تخزيني فيها البقوليات والحاجات بتاعت المطبخ وخزين المطبخ، وهنا بقى تحطي بقى الازايز، ازايز بقى الصويا صوص والكاتشب والمايونيز والحاجات الجامدة دي بتاعت المطبخ. ده بقى طقم بورسلين، الطقم ده عامل ضجة على السوشيال ميديا، وكمان في منه ألوان كتير، هو بورسلين وبيدخل الميكروويف، وعلى فكرة بيدخل الفرن، بس شكله حلو قوي وشكله أمور، وفي منه كذا لون. والحلة دي برضو عاملة ضجة على السوشيال ميديا، الحلة دي مصنوع من الاستانلس، وبره كده زي ما احنا شايفين شكل كده، بس شكلها أمور قوي، تنفع عجان وتنفع نحط فيها أي حاجة، هي مصنوعة من الاستانلس، تعمل بقى فيها تعجني فيها البيتزا، تعملي فيها أي حاجة كده، فشكلها أمور. بصي بقى الاختراع الجامد ده، ده بيوفر فعلا الوقت والجهد، بتعملي الكابتشينو أو بتعملي النسكافيه في ثانية زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بدون بقى تقلبي والمضرب ومش عارف ايه، في ثانية كده تعملي كوباية النسكافيه بقى كده وتروقي مزيج. دي برضو حاجات كده منظمات للمطبخ، شكلها أمور قوي وشكلها جميل. دي بقى بجد بجد اختراع، ولازم تكون موجودة في كل بيت، حلوة قوي، بتوصل لأدق التفاصيل تحت الكنب وتحت السراير وفي الأماكن الضيقة، حلوة حلوة يعني. شكلها حلو، وكمان موجودة دلوقتي في السوشيال ميديا كلها، عاملة برضو فيها ضجة. ده بقى كده زمان شايفة كده حامل بتاع الدوش ده، برضو حلو، ده برضو اختراع حلو قوي. لو انت مثلا خارجه عايزه تاخدي شويه كريمات معاكي، شويه شامبو، طالعه المصيف عايزه تاخدي يعني كميه قليله، فانت بتستخدمي الشنط دي برضو حلوه للمطبخ، اهو بتخزني فيها الحاجات وتعلقيها زي ما احنا شايفين كده، عامله زي شنط السوق بتاعت زمان قوي، وبتتغسل يعني وبتنضف بسهوله يعني، شكلها امور وشكلها جميل. ده بتاع التلج ده يعني بجد شكل جديد غير اللي احنا متعودين عليه. بصي بتخلي مكعبات التلج عاملة ازاي، شكله حلو بجد، حلو وشكله امور، ومكعبات التلج صغنونة وشكلها امور قوي. دي منظمات للمطبخ كده زي ما احنا شايفين، دي بقى اختراع. بصي يعني ولا هتدق في الحيطة مسامير ولا مش عارف ايه، بجد حاجة كده تقريبا بتلزق بدبل فيس، بلزق كده دبل فيس وبتلزق في المطبخ، اللي جاب منها يقول لي انا بجد ما جربتهاش بس عايزة اجربها في المطبخ بتاعي. وكمان مش لازم تعلقها، انت ممكن تحطيها كده اهو، في منها بيتحط كده، وتحطي بقى الغطا، تحطي اي حاجه يصفي الميه بتاعته، شكلها حلو قوي وعمليه جدا زي ما احنا شايفين كده. ده بقى بالمعلقه بتاعته، يا سلام، تحطي في البهارات وتحطي في بقوليات اي حاجه بالمعلقه بتاعته، شكله حلو بدل ما تقعدي تدوري على المعلقه، لا كل واحد معلقته فيه، فشكله عملي. لو انت عروسه ارجح يعني ان انت تجيبيه طقم كطقم توابل، يعني شكله امور قوي. ده برضو للناس اللي مش عندها منظمات، سعره حلو، والاكياس دي سعرها حلو وسعرها بسيط، وبتنظم لك البقوليات او الحاجات بتاعتك الموجوده في المطبخ. ده برضو للخزين، ده يعني بجد احنا فتره الشتاء الصيف دلوقتي بدا، وعايزين نخزن حاجات الشتاء، يعني الحاجات دي يعني مفيده جدا جدا، كمان هتخلي حجم البطاطين قليل وهتعرفي ان انت تخزني. زي ما احنا شفنا دي بقى اختراع برضو جامده، بتدخل تحت، انا ما جربتهاش، اللي جربها يا جماعه يقول لي، بتدخل تحت السراير وتحت الانتريه وفي كل حته زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بتديها الاوردر وهي بقى تشتغل مع نفسها. ده بقى اللي مش عنده منظم، يعني اللي عنده حاجات فردوني كده، ممكن تعلق عليها اي حاجه، يعني مش لازم طقم التوزيع ده، ممكن تعلق عليها اي حاجه. ده برضو اختراع، حاجه جامده، افكار حلوه بجد النهارده، وفيديو النهارده فيديو مميز وفيديو جميل. في ناس بقى تسالني هتقول لي طب الحاجات دي هنجيبها منين؟ يا جماعه والله العظيم الحاجات دي بقت موجوده متوفره
يعني بكميات كبيرة قوي في مصر. زي ما قلت لكم بقول لكم كل حلقة في محلات الأدوات المنزلية بقت موفرة كل الحاجات دي، وخصوصا محلات الأدوات المنزلية الكبيرة. ولو انت عروسة وبتجهزي بجد بجد اعملي بقى جمعية كده وحوشي شوية فلوس وانزلي على النزهة او انزلي على أبو النمرس او انزلي على العتبة في درب سعادة. بقوا في دلوقتي اللي هم الناس المستوردين بيستوردوا كل الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا اللي عاملة ضجة دي، بدل ما تطلبيها من على امازون وما يعجبكيش المنتج او تطلبيها من على علي بابا والكلام ده. الناس الموجودة في مصر كل الحاجات دي متوفرة، انزلي جيبيها بنفسك وكمان هتشوفيها بنفسك وتشوفي الماتيريال بتاعتها، بدل ما تطلبيها وترجع ما تعجبكيش ترجعيها وانتي مصاريف الشحن دي عليكي. انزلي اختاري الوانك بنفسك وحاجتك بنفسك. فإن شاء الله هنا في مصر كل حاجة متوفرة. ولو عايزين جروب على الفيسبوك أو على التليجرام، اللي عايز يكتب لي تحت في الكومنت وأنا هوصله إن شاء الله، وهسيب له العنوان، هسيب له اللينك بتاع التليجرام ولينك برضو الفيسبوك. في مفاجأة حلوة النهاردة للمتابعين، اللي عايز يشتغل في الأدوات المنزلية يا جماعة، في حد عرض عليا يعني عرض حلو قوي، يعني اعمل له اعلان عندي، مش اعلان يعني، لا يعني اللي عايز بنات تشتغل معي محل ادوات منزليه وهتسوقي له على السوشيال ميديا. فانا ايه هشوف الموضوع ده وهقوله لكم. لو انت ست بيت وعندك وقت او بنوته وعندك وقت في الاجازه هشوف لكم الموضوع ده واسيب لكم اللينك للتواصل معاهم او رقم الواتساب بتاعهم، وايه وتتواصلوا معاهم وتشتغلوا معاهم كده من على النت، ولك عموله يعني كل ما تسوقي لهم ولك عموله، نظام عموله يعني، فحاجة كويسة قوي. فأنا لسه شايفة العرض ده امبارح بعتين لي، فإن شاء الله برضو هقول لكم عليه. ده بقى اختراع برضو كده زي ما شفتوا، المكنة بتاعت التلج دي نفسي اجيبها بقى، وخصوصا احنا في فصل الصيف دلوقتي ونحتاج تلج كتير، الجو حر بقى، فهيبقى حلوة قوي. الزيتة دي برضو حلوة، بتوفر في الزيت يعني، وفي منها الرشاش دي برضو حلو. دي بقى زي ما قلت لكم ان هي اختراع بجد وحلوه، وعلى فكره بتنظف كل حاجه، بتنظف الحيطان والسيراميك والحمام والمطبخ والحيطان بتاعت البيت كلها. لو انت بقى هتنضفي بقى تنظيفات العيد هتبقى حلوه معاكي قوي يعني، حتى لو اتهرت في منها فرش بيجي كده بتروحي تشتري وتغيري الفرشه بتاعتها اللي تحت دي، انا ناسيه اسمها ايه بس تتغيريها يعني. في حاجات جامده بصراحه لو انت عروسه الله يكون في عونك، يعني عايزه لك مبلغ ضخم كده عشان تجيبي بس الادوات المنزليه بتاعه المطبخ بس، يعني عايزه لك مبلغ جامد يعني، ما بقولكيش كده عشان احبطك. وبرده ما فيش حد يا جماعه يحمل اهله فوق طاقته فوق طاقتهم، يعني يطلب الحاجه في المعقول ويجيب الحاجات اللي هيستخدمها بس. الحاجات اللي مش هيستخدمها العروسه يعني اللي بتجهز بلاش تجيب حاجات كتير على الفاضي، هاتي حاجات كويسه، والحاجات اللي انت هتستخدميها بلاش حاجات تجيبيها ملهاش اي لازمه. وقبل ما تفكري تجيبي الحاجه لازم تسالي هل الحاجه دي عمليه ولا لا. انا بكده جماعه وصلت لنهايه الحلقه بتاعتي النهارده، نهايه الفيديو. يا ريت تدعموني باللايك والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنت تقولوا لي ايه رايكم. والبنات اللي عايزه برضو الرقم التليجرام او رقم الواتساب يقولوا لي، وان شاء الله هسيبه لكم في التعليق المثبت او في الديسكريبشن. بشكركم جدا وبشكر جدا كل الناس المتابعين. عايزه اوجه شكر خاص لاكتر حد بيتابعني واكتر حد بيعمل لي كومنت، الاستاذ عادل، فهتلاقوه دايما بيعمل لي تعليقات بحب اشكره جدا. وكل الناس اللي متابعاني بقى يكتبوا لي تحت في الكومنت ان انتم متابعيني علشان اقدم لكم شكر، واعرف مين الناس اللي متابعاني عشان ان شاء الله يعني في مفاجآت حلوة كده ليهم، بس بعد فترة يعني ان شاء الله لما قناتي تحقق الربح باذن الله. ادعولي ان قناتي تنجح واوصل للي انا عايزاه، هقدم لكم احلى الجولات واحلى الحاجات اللي انتم عايزينها، وهقدم لكم كل اللي انتم عايزينه ان شاء الله، وننجح ونكبر كلنا مع بعض، وهيبقى فيه مفاجآت لكل الفانز اللي عندي. بشكر جدا جدا اي حد بيدعمني باللايك واي حد مشترك عندي في القناة. في ناس بيقولوا لي احنا مش بيوصلنا الاشعارات، اضغطي على الجرس وفعلي كلمة الكل عشان اول ما نزل فيديو